تبارك الله على المتتبعين، كي درتو لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ توحشكم وتوحشكم بزاف، كي توحشوني تانا توحشكم. كي بقيتو تحية ليكم كبيرة من طنجة القويرة، ما عنديش فيكم فيلة. نعطي الكلمة لزهير. السلام عليكم المشاهدين، تبارك الله عليكم، وكي توحشتونا توحشناكم، وكنشكركم على الوقت اللي وقفتو معانا. المهم هادشي مكاتب الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الله يخلي الطريقة. تبارك الله على المتتبعين ديالنا والمشاهدين ديالنا، والله يخليكم لينا، وكنشكركم من هذا النهار وقفتوا معنا ماديا ومعنويا. وراني هادي يومين ولا ثلاث ايام باش جيت ما خدمتش شي، عندي واحد الدروس الله يجيكم، مشيت لفين حيدتهم، ودابا انا باش لقيت وقيته اللي فيها الطارة كيجوني الناس. وتبارك الله عليكم، وافيتوا لي ولادي، وافيتوا لي بناتي، وراني ما قديتش ندير الفيديو لحقاش توحشتكم بزاف، وكنبغيكم كي كتبغيوني. ولا سبع على قبلات للناس اللي بلغوني لهاد البلاصه اللي مشيتها، ولكن الناس اللي وصلوني لديك البلاصه وفاقوني على ولادي وعرفوني هضرت بدون قصد، بدون قصد عارف طبعي، وفاقوني على ولادي في رمضان، الناس اللي داوني لديك الخدمه، ما كاين المخزن، المخزن دار لي خدمته، ما كنسمح لهمش غدا امام الله، لا سماح لا غفران ليهم، ماشي المخزن اللي داني، اللي وصلوني لتما، شنو كيسالوني؟ شنو درت لهم؟ باش وصلتهم؟ علاش؟ كيدقوا عليا داوني للحبس، انا ماشي بنت الحباسة، انا بنت اصيلية، وما نويتش على الحبس وداوني ليه على نفس الكلمة. انا هضرت ديك الكلمه ما غنقولش، وكنعتذر للمتتبعين ديالي، كثر خير الناس اللي وقفوا مع ولادي، واللي وقفوا لي مع راجلي، واللي وقفوا معايا كاملين خارج الوطن وداخل الوطن. كنشكركم المتتبعين ديالي، وكنشكر مالي القنوات اللي كبروا بيا ودافعوا عليا وساوني معنويا وماديا، وما بغيتش نجبد فيكم شي واحد، لحقاش غنجبد واحد ولا جوج غادي ننسى شي واحد يبقى خاطرو. 8 8 د المليون ما بين المكاتبه والدي اللي كيسلموا الدار، ما توفقتش الشهر ما جيت نجي لشهر اخر، حتى جيت للسجن. السجن انا ما نبكيش على السجن، ما مشيتش على بلاد، اللهم لك الحمد دابا نعرف الله، ولا مشيت داير شي حاجه شي جريمه، والحمد لله انا عامل الخدمة في اليوتيوب، ما جديش متابعة ديال شي واحد رزقو، او شي واحد صيفط لي الرسالة ديالي، إلا تسال هاد الحفل، اركبي وتعالي لدارك، راه وليداتك توحشوك، وعرايساتك توحشوك، وليدات وليداتك، اجي لدارك قلبيها، وراقبيها، وشوفي شنو خاصها، راه مسدودة، راه كيما بغات تكون خصها اللي يراقبها، الدار مدرجة راه خصها اللي يراقبها، تعال أمي إلا سمعتيني تعالي لدارك، وكيديري شي دورة ونشوفوك ونعلقوك، وإلا بغيتي تولي هادوك خوتنا بحالهم بحالنا، سير أمي أنت الله يسامح لك، بغيتي تولي ولي غير تفكري لنا، ووصلي عندنا، وشوفي دارك وفراشك ومعنك، قلبي حويجاتك، لا ما توحشيش حوايجك، ما توحشيش دارك وجيرانك. انا كنعطيك تحيه الوالده، ياجي بحالك، راه حنا توحشناك، نتشاوفوا الموت في الدنيا والمرض في الدنيا، وتحيه لك الوالده كبيره، والله يعطيك صحيحه جديده، كنطلب من هذا المنبر، راه ما بقاتلك الصحه وراه كيتبارك الله السن ديالك تعادات بزاف، كنطلب منك صحيحه، وهاد المتتبعين يدعي معاك الصحيحه والسلامه، وكنطلب منك تزيد تسال هذا الحجر، اجي بغيت نشوفك ونعلمك وندير معاك التصويره. اجي الوليده من هاد المنبر، انا غتلقاني في المدينه ان شاء الله، اجي عندي مرحبا، وتبارك الله على المتتبعين، راني المتتبعين اللي سولوا فيا، راه كلهم عندي في الورقه، ولكن كنخاف نبقى نسوء نهضر، ونخطا شي وحده يبقى خضراء عليا، راكم كلكم اللي دار فينا راه عندي في الورقه، واللي دار شينا راه عندي في الورقه، وحالك حتى واحد ما دار فيا الشينا، حتى داك اللي دار فيا الشينا منو المولاه. وكنقول لكم الناس اللي وصلتوني للسجن، انا كنأكد لكم الناس اللي وصلتوني للسجن، وكان عندكم رغبه باش تلاقي ناس بلا السجن، ماشي دابا
من الاول انتم كتضربوا عليا نمشي للسجن. ماذا ياكم حتى حاجه؟ علاش كناكل طرف وخبز والقناه ديالي طالعه كتهدموني؟ شنو درت لكم؟ ضيعتكم شي حاجه؟ كتسالوني شي حاجه نعطيها لكم؟ عندكم شي ورقه ديالي تبين شي واحد شي حاجه عطيني؟ عطوني الورقه. بغيتو توصلوا للسجن وصلتوني، ولكني غنقول لكم واحد الكلمه وهذا العيد الكبير، انتم وصلتوني باش تدمروني سنين ولا سبعه او 10 سنين، وكيما كنتو كتقولوا 5 سنين، ولكني انا ما دايرش غادي نمشي 5 سنين عمرني ما ندير. علاش نمشي للحبس عمرني؟ انتوما كنت باقا غنغلط ونمشي للحبس، حيت انا ما كنفهمش. انتوما غي وعيتوني، راكم غي وعيتوني، مشيتو تدمروني ساعة درتولي كراف. انا غير مشيت للمدرسة قريتوني وعارف بزاف د الحوايج اللي يدارو في اليوتيوب واللي ما يداروش، وليه الحمد انا عندي المحامي دابا ديالي هو اللي غيبقى يراقب القناة ديالي وغيبقى يدوز، وهي ان شاء الله غيدوز والمحامي غيراقب، واللي ما عرفناش حنا غنقول انا المحامي. وتبارك الله على خارج الوطن وداخل الوطن، والحبس ماشي روضة، الحبس ماشي روضة غير طيحة وروضة، والحبس ماشي قبر خصو غير الصبر. والبارح نعيمة البدوية كانت مسدودة عليها القرية، واليوم صبحت في الحرية والحمد لله. أنا كان غير المتتبعين ديالي وتابعوني وقولوا لي شنو ندير لكم، واللي قلتوها انتم تتحكموا فيا وانا ننفذ اللي قلتوها لي المتتبعين ديالي، انا معاكم وتبارك الله عليكم. وهذه هي نعمة البدوية. تبارك الله عليكم.